مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث مباشر من مدينة الدار البيضاء. بث مباشر مؤلم، شفتوا معنا قبل لحظات العثور على جثة شاب في مقتبل العمر من مواليد 1994 بمنطقة خلاء، وللأسف الشديد الحمد لله أن تم التعرف على الهوية ديالو، ما بقاش مجهول الهوية بعد ما جاء الشقيق ديالو. للإشارة فإن هذا الشاب هو كينحدر من واحد العائلة اللي هي عائلة محترمة، عائلة محافظة، ماشي متشرد أو لا من الناس اللي كيتعاطوا المخدرات في الشارع او لا اس دي اف، الناس اللي ما عندهمش مسكن، بل هو عنده عائله وعائله كبيره وعنده الدار ديالو وعنده الاخ ديالو كيف ما كتشوفوا معنا وعدو الام ديالو. ولكن للاسف الشديد اللي تعرض ليه هذا الشاب في الصغر ديالو ملي كان قاصر هو اللي خلاه انه ياثر ليه على الدماغ ديالو، خلاه انه يولي يفضل انه يبقى في الشارع على انه يدخل البيت ديالو. وكنقولوا الاخ ديالو البركه في راسك اخويا. شنو وقع لخوك؟ هو القصة إلا رجعنا للور كاينة، يعني عنده واحد التاريخ لحقاش، هو كان في الإصلاحية وتعرض للضرب تما في الإصلاحية من طرف واحد جوج أشخاص، يعني هو ضرب مع واحد الشخص جا لي واحد من الخدمة هادو من النزلاء ديال الإصلاحية، تاهما قاصرين أنا كنعرف الأسماء ديالهم، كاينين الدراري اللي كانوا شاهدين على النزيلة، وهي بالنسبة لإدارة السجون ما تحملاش المسؤولية ديالها، لأن واحد السيد لداخل المسؤوليه ديالكم تحت المسؤوليه أكيد ديالكم أكيد. تعرض لواحد تعرض للضرب اكيد، ما يمكنش غادي تخرجوا وتعطيو لعائلته هاك ها ولدكم ها هو خرج، ما يمكنش، هو راه محكوم بواحد المده محدده، سالي المده ديال الاحكام ديالو وغادي تلقوا. كان بصحه جيده راه علينا، كان ما كانت وقعت لي شي حاجه راه نتوما كتحملوا المسؤوليه، يعني تلقوه تلقوا الصراح ديالو قبل ما يكمل مده الاعتقال. ما نقدرش نحدد لك هذه المساله، ولكن هو غالبا ما كناش عارفين شحال تحكم ولا شحال عطاه ولا امتى خرج. مهم هو خرج مريض في المؤسسه، وكاينين الناس اللي كانوا ولاد الدرب تما كانوا مشدودين تما ديك الساعه، اكدوا لنا على انه تعرض للضرب من طرف جوج اشخاص. هو تبارك الله راه كان صحيح راه بشهاده الجميع، هو تبارك الله الجسد ديالو رياضي رياضي راه انا نفس المشكل، ولكن هنا فين بدات القصه، هنا فين تعرض للضرب ولا جا للدار خارج جاهل، يعني كيدير افعال. شحال كانت عنده من عام ديك الساعه؟ شكون كانت عنده 17 عام 16 عام صافي، من تما مسكين ولا عنده مشكل. الضربه هذه كتاثر عليه، كيبرى وكيعاود يرجع عاوتاني، كيبرى عاوتاني كيعاود يتاثر. هذه المره الاخرى كان بعض المرات مرض 6 شهور كيعاود يرجع لراسو، بعض المرات كنديوه في السبيطار، بعض المرات غير راسو مع راسو كيولي بخير كيجي للدار هذه المره هذه طولت شويه المساله، بقات شي ربع سنين بحال هكاك ولا ثلاث سنين هو هكا في الزنقه، كيجي مره للدار. لا جا كندخلو انا للدار نبدل ليه تغسل ليه، ورغم ذلك ما تيبغيش هو اللي عندك خوك. هو صراحه هو بالنسبه لهذيك القوه اللي عطاها الله سبحان الله، ما نكذبش عليك انا كنتريني كندير الحديد وكنتريني، ورغم ذلك كنلقى معاه مشكل لحقاش سبحان الله. عنده واحد القوه بدنيه هائله وبشهاده الناس، راه كيقول لك الموظفين ملي كانت الدار الموظفين ما تيقدروش عليه. انا ماشي تنتباهوا بهذا الشيء، ولكن داك الشيء اللي هاد المسائل هذه اللي كتخلي بنادم التابعه ديالو عين بنادم كتبعوه. الام ديالك ملي سمعت الخبر وحنا اش غادي نقول لك، بحال واحد الانسان اللي كيكون طالع الفراش وكتكون حالته ميؤوس منها، راه كتكون ضربه خفيفه شويه على ان واحد الانسان كتكون اشتي غير البارح وصحيح، يعني حنا عارفين الحاله ديالو اللي فيها. وكنا كنتمنى. انت شفتي اخر مره؟ اخر مره شفته غتكون هذه السيمانه اللي فاتت، يعني اليوم الثلاث غتكون يا اما الحد يا اما السبت، ما بقيتش. شنو قال لك؟ شنو قلتي لي؟ لا انا شفته قبل، دخلته للدار بدلت ليه وعطيته، كنعطي باش يشري الكارو، تيقول يعطينا باش نشري الكارو، هاك كل ما تيبغيش ياكل هاك غسل، ما تيبغيش يغسل بدل الحوايج بزاف، باش بدلت لي واحد السروال لبسو وخرج. قال لي بحال اخر كلمه قال لي الله يخلف، يعني انسان هو مريض وقال الله يخلف. المهم هذيك الوقيته شفتو من وراها مره اخرى، شفتو بحال قلتي هو كيجي تحت الدار وكيعاود يرجع الدار، هاي هو عاقل الدار كيجي تحت الباب وكيعاود يرجع. انا راه جاي من الفوق من الدرب وتلاقيت معاه هو بحال قلت له وصل حدا الباب وعاود رجع، وانا وين وصلت للدار لقيته مشى دار. هذيك اخر مره شفتو حتى قالوا لكم اليوم هذيك البلاصه كان كينعس فيها؟ ما عرفتش واش كان كيلعس فيها، مره حيت كان بعض المرات كيمشي للمحطه كيقول لي الدراري كاين في المحطه، بعض المرات يقول لي تعرفتي عليه؟ تعرفت عليه 100% هو هذاك، ولكن انا من شفت الملامح ديالو هو من فوق، يعني ماشي الحادثه ماشي غير اليوم، ماشي جديده غتكون قبل، ماشي اليوم غتكون قبل، الناس قالوا يومين ثلاث ايام هذاك هو غايب. لحقاش اخر مره جا كانت غير لا بيريود، يعني ميم با 4 جوغ 3 جوغ، يعني شنو تبغي تقول لخوك اليوم؟ واش غنقول ليه؟ راه انا راكت في الغربه و
اقسم بالله الا انا جيت على قبله هو على قبل الوالده خليت الغربه وخليت كل شيء اش غنقول خيك هذاك مهما كان الله يرحمه امين دايما بالرحمه الله يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي قناة شوف تيفي مشهد ومنظر مؤلم جدا لا يطيح فيه شي واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل شر. وكنعزيو خونا روبيو اللي تنعرفوه بدمات الأخلاق ديالو بالحياء ديالو بالخجل ديالو. والله يرحم خيو والله يصبر الأم ديالو. غنقول لكم إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.